انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا ساب البلد كلها كله عشان اتجوز لطفي الماظ، مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجه، الدولة لسه نايمة مصحيتش. خليني أطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. حاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هندوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي، انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، أنا ليه 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هروح فين ما أنا عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب أنا بحملكم المسؤولية كاملة. أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي. هوصلها للأمم المتحدة، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم، انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام، من ايام ما كنت في الاعداديه ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت صح. مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك، لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح، ورايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا.